تقرب اكثر باعه، بدها تقرب على البيت اكثر اكثر واكثر. هاي الصفحة من هناك بكت بس جمر. لك احمد وين بتجي فيها دبة مي؟ هاي ترى البستان كلها محروقة، تتبعون ذاك الجمر، النخل كله مجمر. وهذيك الصفحة مال الحريق اذا تشوفوها ذاك المكان، هذاك عابر من ذيك الصفحة. يعني مسافة الحريق اذا نقدر هسه نقيسها يعني اكثر من 700 متر 800 متر. لان هذا على طول من هذا المكان لحد هذاك المكان. كله حريق. بس أنا خوفنا على هذا راح يتقرب للبيوت، باعوا هاي البيوت وهذول الشباب واقفين وهاي هذا الحريق. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها يوميا في كل حلقة. برنامجنا اليوم نحب يكون بمشاركات هواية، فأي شخص يحب يشارك بالبرنامج يقدر يشاركنا أو يتصل بينا على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندكم الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها هنا، ذني مخصصة إلى داخل العراق خارج العراق على حد سواء، تقدرون تتصلون بينا بأي وقت من الأوقات. أما هذا الرقم اللي طلع هسه هو رقم الواتساب، رقم الواتساب فقط للرسائل، يعني دزولنا رسالة مكتوبة، تكتبونا الرسالة، أتمنى تكون رسالتكم مطبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة للبرنامج. أما الرقمين ذني اللي تشوفوهن هنا ذني، هذني مخصصات إلى داخل العراق. أي شخص من داخل العراق ومن من داخل العراق من زاخو إلى الفاو يقدر يتصل بينا على ذني الرقمين. وعدكم الثلاث أرقام اللي أخرى مخصصة إلى داخل وخارج العراق، فخمس أرقام للاتصال ورقم الواتساب فقط للرسائل. لا تزعلون علينا إذا دقيتوا الواتساب وما قدرنا نجاوبكم وما نقدر نستقبل أي رسالة صوتية على برنامج الواتساب، فقط الرسائل المكتوبة. مشاهدينا الكرام اليوم الأخبار هواية، يعني واحدة من عدها أنه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تكشف عن ملامح الشراكة الاستراتيجية اللي تريد تجمعها بالعراق، وزير الخارجية أنتوني بلينكن يقول أن بلاده ملتزمة بدعم الحكومة العراقية للتحقيق بعد هجوم الصاروخي على مطار أربيل، خصوصا وراء ما طلعت لنا ميليشيا جديدة هي تبنت الهجوم على مطار أربيل، أولياء الدم ما أدري شو اسمها. ووزارة الدفاع تقول أنه هي تقيم الأوضاع الأمنية والاستخباراتية على الأرض لتحديد الجهة المسؤولة التي قصفت مطار أربيل. وهنا أيضا لقينا تأكيد من وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أن حكومات بلدانهم ما راح تتسامح ويا أي هجوم يمس أي فرد أو مرافق تابع للولايات المتحدة أو الدفاع التحالف الدولي. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ناصر الهركي أن المجاميع المسلحة موجودة بكل العراق وتحاول زعزعة أمنه وخلق المشكلات. هنا راح نبدأ بالحلقة. ذنيك أخبار عابرة حكيناها بداية الحلقة أنه إدارة جو بايدن الجديدة شنو تريد؟ لحد الآن إحنا ما فهمنا شنو تريد. نطلعت رؤية بس شنو هاي الرؤية همينة ما حد يدري شنو هي. كلها تهدد وتقول انه اذا نمس شيء او نمس امريكي او مست مصلحه امريكيه احنا راح نكون لنا رد فعل قاسي، انقصفت معسكرات وانقصفت مطارات وكل شيء ما شفنا. المهم بس عضو لجنه الامن والدفاع ناصر الهركي من يطلع ويقول انه المجاميع المسلحه موجوده بكل العراق وتحاول زعزعه امنه وخلق المشكلات. انا بس اردفتها هسه المواطن العراقي المفروض يحط ايده على خده هيك ويقعد يصفن عليه يقول له اشكرك على هالتصريح، لو ينتظر من عنده حل. انت مو عضو لجنه امن ودفاع نيابيه، انت مو بالبرلمان العراقي اللي من صلب موضوعكم هو تشريع القوانين اللي تحمي حقوق المواطن العراقي. لا لا انا اردفتهم انتم من تطلعون وتصرحون بهيج تصريحات. يطلع لنا الكاظمي والله القينا القبض على فرقه موت هي المسؤوله عن قتل الناشطين والصحفيين والمتظاهرين بمحافظة البصرة. يطلع لنا عضو لجنة أمن ودفاع نيابية والله الميليشيات موجودة بكل المحافظات العراقية وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار. زين وتالي وبعدين المواطن وين يطوي وجهه؟
أريد أفتهم هاي التصريحات. يعني أني واحد من الناس أقول للأستاذ ناصر عضو لجنة الأمن والدفاع هذا التصريح مالتك بله وأشرب مية ما يفيدني ولا يفيد المواطن العراقي. مطار تطلع ميليشيا جديدة ما حد سامع بيها، ما حد يعرف ذولا منه، تقول إحنا اللي ضربنا ذاك المطار فوق القار. يعني الحكومة ولا دارية ولا تعرف، ما أدري تعرف الله أعلم. أم صدام من كربلاء حياك الله يا أم صدام. مساء الخير الله يساعدنا. مساء الأنوار ويساعدك. أحفظكم تحياتنا لكم ولكادركم من القناة الموقرة. حياك الله أختي عزيزة. مساء الأنوار تفضلي غاتي. الله يسلمك. والله هي هاي الفساد صار كل الضوء مال العراق. يعني كل كان الضوء السياسيين روح يطلع لك ربع ناس شريفين بالدولة بالحكومة بالجيش بالهاد بالأمن ربع وثلاث أرباع فساد، فساد إداري فساد اجتماعي. حتى يعني لو شوف الشعب ربع منا نصرنا نحب هاي الشغلات الفساد والبوق والشذب كلمة الحق ما ينصرها. شوف الباطل قدامه جاي يغطى عليه، فواحد يشوفونه مظلوم ينضرب قدامهم ينكتل قدامهم، افتراض يعتقدون على عرض شرفه قدامهم يتهمونه جدا ما يحشون الصدق. ويشوفون ذاك هو المأسي ذاك اللي يعيد قاعد يشمر يضرب يسوي كل شيء بالنهار، يسرق لبوب يبيع ادمان حبوب مخدرات. بيا وقت العراق بيه مخدرات ويا يمكن نعم بيا وقت. يعني انا ترى الصوت ما يرد علي يصد مع المال. لا ده نسمعك كلش واضح اختي العزيزه. حبوب هروين حشيش وين هاي كنا نشوفها بالافلام مال مصر، هم نقول افلام مجرد افلام تحضر الناس. فساد ما كان هيك عدل زين. من طبت ايران وامريكا و66 دوله تدمر العراق وتدري هم نص العراق تنازل عن مبادئه تنازل عن تقاليده وعاداته وقيمه على مود هالموبايل وهالبنطون وهالدعاره وهالفساد، وعلى مود والله انا اركب سياره وعندي قصر وبيه وموظف اخذ لي 3 ملايين بالشهر يضربوا مره بالصف وش علي بيه يضربوا مره بباقي الشعب واحد باع واحد مع الاسف ومن كل الفئات. يعني ليش احنا لو بال 91 شنو وياي انت؟ وياك امي وياك. اي بال 91 تحدينا احنا 36 دوله عم داموا نتذكر الجيش خطي يروحوا يصورون يحطون الرمل اتم المنمر وياكلونا. تحدينا في المصاعب يعني خبز لا اكل وصنعنا شيء من لا شيء يعني عملنا المستحيل. هو هذا العراق برج هذا البرج هسه مع صدام البغداد الجسوره الدوائر هواي معامل مرضت مبوش بال 90 لان شهر مو عادوها هم المهندسين والمهندسات العراقيين من لا شيء من هذا الشيش وغالب كل الدمته احنا صنعناه ورجعناه. نعم يا وقت احنا الدول كانت تحلف بشرفنا هسه احنا يعيبون علينا يضحكون يعيرون بينا وفنا نعيرنا بعد دوله. والله على مود اني حتى قمنا نمشي بالباطل، نص الشعب قام يمشي بالباطل والمسؤولين والحكومه هم ثلاث ارباع قاعد تمشي بالباطل، هم وين المشي؟ هو اللي يقوم له دعوه يقيم له دعوه، او هذا الفقير المظلوم يقيم دعوه خير. والله بيومها يسووا له تلاعب ثاني يوم دعوته تنظام ويسوون هم المشتكين عليه وهو المجرم، مو هو اللي يشتكي على المجرم، المجرم يهدون عليه للبيت، لولا يطلعونهم يشردونهم سيد القين القبض عليهم وعاقبناهم وبالسجون. طلعت هاي التهم بريئين منها طلعوا كذب ما عندهم هذا الجرائم. هاي المرض كذب تهيئ لها وما عندهم هاي يشيلون يذبون جوها على مين يا والله العرفة ما شاف العالم مستعد عن القانون ما تشتكي. فأبسط شيء القانون دعوة بنتين دينار تنهي لك المشكلة فيه زين. نعم وانا 30 سنة سووا بيهم محل بعد سووا بي هذول الجيران القديمين ولو البدو يقول 40 عام مطلوب صار ودول حي الامل هسه تجاوز السيف سعد هذا شو يسمونه هو هذا إدماء حبوب مخدرات سرقة فوق من هاي بشرة مرة رعد بالسجن وبنها علا وأخوتها أربعة مجرمين والساندينهم المخاطر والقيم مقام وشك واحد عصاب يشتغل وياها من جيرانها ثاني حي اللملوم. والله العظيم حشاك وحشك السامع حشاك وحش السامع كاولية ملمومين ما تعرفهم يا عشيرة حتى اسمعهم بالكامل ما حد يعطيكم اياهم. انا الوحيد بينهم خذ علي وبني سيد معقول اني أنا عندي صار لي سنتين ثلاثة ما حد يقدر يساعدني؟ نعم 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 أنا قد أدافع عنهم هالناس هاي بالمظاهرات وبالشعب وفد روحنا، شلون شفت واحد
دافع عن هاي المرة، هاي ما تقدر واحد يودي واحد يشتري بيت باربع ملاي خمسة ويقومني من هاي الناس اللي تسوي للكورونا وللتبريعات خمس ملايين تبيع مليونين ونص ثلاث ملايين والله اشتري لك بيت تجاوز وين ما كان اشتري بامن الداخلي بحي بعد اشيل لبغداد يمكم محوط اروح يبقى حوط مو مكرم عليه كربله نزقت الظهر يوم صايبه وان ما طول شو محاربين من هالكربله ما خلوا على حال حال ما ادري ما مطلوب لهم بشيء نعم زين حتى وليد عمره 20 سنه سيد تقبل لهم هذا مشروع قلب خطه كيف احنا جايين تقول عليه بالطعب وبالروحه وبالجايه بس شو منك صدام من مخبل صدام انت ما عزيم وترى المخبل غير يعيد في الشور يغلط يقع طفوم ولد فقير ما عنده مش بدرب ولا بدرب تحمد الناس بي سال المعلمين سال الدنيا كافي حرقه بلسان ست المره شفتهم بالبيت اللي بحي بعد صرت ست رجلي صافي النهار كله بالمصايب اليوم والله طاح عليه الشباش من المصايب وكنت ساعه شفتونا للبيت اخترع الصبح يفوت بالشباش طاح عليه رجله هاي مكسوره من الصبح الثاني افرزق بالمستشفى هاي شويه بالشارع ورجله هاي الامان صبت غير يقعد بالبيت شابات الهجدونا بالطابوق الله بتربدني هذا خبر كون ما تطلع يعني للين تهضين ليش يخلوني اسوي بيهم دده وانا عد كلمتي زين وكلام الله والناس هواي تحبني ما نحب السنه وحب صدام وحب الناس اللي يخافون الله حتى البعثين ما مأذين ليش اخلي نصبوا لهم كمين واخليهم يعرضون سابعهم ندم وادفعهم الثمن غالي اهل حي الامل تجاوز يسعد وحي البعث قديمين اللي صار وياهم نعم نعم شكرا شكرا لك ام صدام واعتذر منك بس اكو اتصالات هوايه ابو علي من واسط حياك الله السلام عليكم سلام عليكم السلام والرحمه والاكرام مساء الخير لجمهور الراقدين مساء الانوار الفساد يعني لو حللنا الفساد استاذ اسد يعني الفساد منو يقوم بالفساد ولحد وين يوصل يعني ايه يعني قبل كانت الرشوه موظف راتبه 3000 دينار وكان ما عنده كان يعني اكو بعضهم ضعاف النفوس يجبر الناس حتى يدفع له مبلغ يعني على الموظف اللي قادر عليه بس ما يقدر على ناس من برا اليوم الفساد يعني ايش اقول لك وين وصل رجال الدين فاسدين يعني تجي الوقت السني والشيعي فاسدين للحوزات فاسده نشرت احدى القنوات برنامج انه فساد رجال الدين وفساد المؤسسات الدينيه الوقف السني والوقف الشيعي والحوزات يعني الحوزة تأخذ لها مستشفى من الدولة تستولي عليه وسبت بأسماء أهل البيت وأهل البيت مكرمين عنهم وقالت هذا الحوزة سوته وصار مستشفى خاص للحوزة الحوزة تستولي على واحد من معامل الأكسجين وبزمن الكورونا ويصبغون البطالة أخضر لأن عتاس عدراج على الحوزة ويبيعونهن على الدولة الحوزة تستحوذ على إحدى المطابع العراقية للصحف العراقية القديمة بزمن اللي يسمونه هم النظام البائد وقامت الحوزة شو تسوي؟ تطبع الكتب الدراسية وتبيعهن على الدولة إذا الفساد وصل لرجال الدين اللي هم المفروض هذول رجال الدين يكونون قدوة المجتمع يعني هل تتوقع أنه الفساد أو يوقف فقط بس عند الموظف؟ لا أستاذ أسد الفساد اليوم مستحيل أحد يسيطر عليه والسبب إن أساساً اللي كافحون الفساد هم الفاسدين لجنة النزاهة بالبرلمان تحتاج لها لجنة نزاهة عليها هي ديوان الرقابة المالية اللي هو أكبر يعني مدقق أو أكبر رقيب بالعراق يحتاج لأساس يعني هم يمينه يحتاج له يعني لجنة أو يحتاج له مؤسسة همين الدقل قراء لأن هم شالوا الكفؤين وجابوا الفاسدين وخلوهم الفساد اليوم إذا ما كافح من النفس ومن الضمير مستحيل أي دولة كافحة لكن اليوم إحنا بالعراقيين وأنا أقول العراقيين لأن اللي فاسدين منين يعني جونا من برا لا والله يا سلام جونا من يعني نفسي إحنا العراقيين إحنا فاسدين الموظفين لكن أكو ناس شجعتهم الموظف البسيط اللي راتبه اليوم ما يتجاوز 500 ألف من يشوف واحد يعني ما عنده شهادة لا يعرف يقرأ ويكتب وآسف على الكلمة هذه أعور وصاير لواء ركن وما يعرف يحكي إنجليزي وشون أخذ الركن بالقوات المسلحة
وابنه يركب احسن سياره وانا شلون ما اصير فاسد بعد. اذا هذا الامثال واحد اثنين ثلاثه اربعه هذول صاروا اشخاص ما كان لهم وزن بالمجتمع، وهذول من اللي يدعون يمثلون السنه. يعني يجي رئيس مجلس النواب رجل كان يطلع ببرامج تلفزيونيه ينطي دهن حر، يجي يصير رئيس مجلس نواب، يعني شلون صار؟ هو انا كعراقي اريد اسال شلون صار هذا؟ بالفلوس صار بجهده؟ لازم اكو فساد. زين اذا هذا الفساد اللي وصل هؤلاء الاشخاص اللي هم حشاكم انتم حشا جمهوركم الخير بمعه وصلها المستوى، زين انا موظف شتيت من عندي اضل على نزاتي لما عيالي مثل هذا ام صدام وغير ام صدام حس عليهم حتى الاكل اللي قاعد بالهيكل اللي ياخذون بيوتهم من يعني من عندهم يحاولونها وهم ما يدرون. الفساد اليوم استهلكه من ضمير، لكن اذا دوله بنيت على الفساد مستحيل يتخلص منها. والضمير اذا ميت لازم يجي شخص قوي همينه مثل صدام يقولون شو اتلى على صدام وهو يكافحهم. اذا فساد اذا 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 نفسه الى مقتدى الصدر، يعني شفت وجهه بال 2005 وشوف وجهه هسه منين جبت هذه الفلوس؟ من الخمس؟ ابو همينه ما كان يعطي خمس، بعد مو بال 2003 و4 و5 هم كان يجي خمس؟ خمس السيد السيستاني وينه؟ بسوريا وايران. ليش ما تتمتع بيهم صدام وغير صدام؟ الشيعه هم اللي فقره اللي ما عندهم حتى علاج، اللي جايين يجدون الخبزه ما ينطونهم الخمس هذولا. الوقف السني اللي باع اوقاف، مو اوقاف سنه، هي اوقاف الدين، اوقاف ناس اجت تبرعت وقالوا هذا وقف حتى تنطوني فقراء، اجوا وباعوه. هم هذول السنه؟ احنا اليوم للاسف الفساد صار مثل السرطان، وهم السرطان اخف، عسى الله يشافي كل مسلم ان شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى انه يشيل هالفاسدين وياخذ فسادهم وياهم لقبورهم ان شاء الله. هذاك محمد باقر الحكيم وعمار الحكيم لما الله سبحانه وتعالى روى العراقيين رواهم الضيم اللي شوه في العراقيين، اللي يقول كل واحد بقى بالعراق هو بعثي. هاك البعث، البعث مش وراء. انا مو دفاعا عن البعثيه، لا، بس انا اقارن بين حقبه وحقبه. البعثيه هذول هم بالسجن، هذولك عائله صدام ما عندهم حتى بيت يقاويهم، يلفونهم رؤساء الدول. وهذول بنوا بيوت ومشاريع وهم كل شيء ما عندهم. هل هذا هو العدل؟ هم هذول اللي يستولون على العراق؟ بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل بيهم. وان شاء الله هالشعب هذا حوته ما تروح بلاش ان شاء الله. شكرا 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 لك ابو علي. ابو طه من بغداد، حياك الله يا ابو طه. الو، السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يا حياك، خاصه لك ولك هناك خافي الدين. حياك الله اخوي العزيز. استاذ افل، بالنسبه للفساد بالعراق، ايه، يعني مثل حيقول مسعده وبدت على الشط، منين منت غرفتي؟ نعم. هم شلوا بالعراق، شنو الشيء اللي خلوه بالعراق؟ ما باقوه، كل العراق باقوه. نعم. زين هم ذول منينهم فلوس؟ يحتون بالمليارات. هم خشاش كانوا حفاي. زين بريمر يقول لما ناموا للمقاهي للخارج، منين جاتهم هاي الفلوس؟ وهاي السيارات وهاي الأملاك بالخارج وبالداخل، خلي يحسون على نفسهم شوية. يعني أنتم معممين، جتوا تتحصرون على 1000 دينار، هسه كل واحد عنده 4 بيوت وخمسة بيوت، منين جبتوها؟ دمرتوا بالعراق كافي، عاد ما خليتوا شيء بالعراق، كله فساد فساد فساد. ولاحقين الفقير على راتبه 400 يقطعون من راتبه، روح قطم ربحه، قطع الرئاسات الثلاثه. العراق اندمر استاذ افل، دمروا العراق. يعني ذول جايين عصابه منظمه، زين، مو لاصلاح العراق، وانما جايين لتدمير العراق، جايين يدمرون العراق ودمروه بالفعل. بس ان شاء الله ايامهم قريبه، زين، ويتعلقون ساحات التحرير
بس احنا اعتمدنا على الكاظمي من صار له سنه وشويه زين. هسه يلا بايام الانتخابات طلع قتله المتظاهرين زين 15 واحد لجان الموت. وين سألت عنهم انت؟ كانوا يطوك يطيهم بس هم واحد يطل الاخ واحد يقطع الاخ. شنو خلوا بالبلد ما باعوه؟ المحطات الكهربائيه باعوها، المصانع باعوها، المزارع باعوها، الاراضي باعوها. شنو خلونا يا بالعراق؟ شنو العراق شلون راح يعيش؟ ذولا حدهم الوحيد ثوره مسلحه. واحنا نطالب زين، نطالب ونطالب ونطالب، ما نريد حكم برلماني يا امه محمد. الحكم البرلماني دمرنا، الحكم البرلماني حطم الشعب العراقي زين. نريد حكومه رئاسيه، وان بشرط يكون رئيس الجمهوريه قائد عسكري، يعني متخرج من كليه عسكريه زين، حتى يعرف يقود البلد ويقضي على الفاسدين ويعدم كل الفاسدين. للكاظمي وانت شيل ايدك، للمالكي، المالكي اويل على المالكي اللي حطمه للبلد، دمره للبلد زين. هذا المالكي اللي كان يتحصر على كل واحد يلبس له بدله، على لسانه هو طلع بالتلفزيون يقول 10 سنوات انا ملابس بدله. هسه الساعه مال ابنه مال احمد بثلاث شدات، منين جابهم بثلاث شدات؟ ساعة مال ابنه اشتغل بالعمالة وولد صايبة يتحصلون على 10,000 و5,000 يجيب بها علاقة لأهلة. خلي يستحون على نفسهم، والله لو طمون نفسهم محسن لهم. نعم دمروا العراق حطموه. نعم كل هاي المشاكل اللي تصير حتى يرضون أسيادهم بإيران. نعم شكرا. كل هاي المشاكل. شكرا شكرا لك أبو طه. يعني قضايا الفساد بالعراق هواية، يعني مثلا اليوم وزارة الزراعة الحالية قامت منذ مطلع حزيران الماضي بفسخ عشرات العقود الزراعية لسكان جنوب بغداد وشمال محافظة بابل، تحديدا يعني جرف الصخر. هذا ما أفاد به مرصد أفادي حقوقي، كل هذا حسب المرصد أنه من أجل التغيير الديموغرافي وحالة تلك العقود إلى جهات أخرى بدعم من الميليشيات أو من ميليشيا الحشد تحديدا. قل لي يعني انت من تطلع لي يا وزاره الزراعه او وزير الزراعه وتقول انه الاراضي بمناطق جرف الصخر والمسيب ما مستثمره، اي منو يستثمرها؟ اذا انتم هجرتوا اهاليتها والفلاح اللي كان عنده عقد يستثمر القاع مالته حتى يزرعها حتى يعطي منتج للعراق، منتج محلي، هو متهجر، هو متهجول بالمخيمات او ممنوع يرجع ديرته، شلون يستثمرها؟ من المخيم يشمر البذور بالهواء وتنزل بالقاع مالته بجرف الصخر؟ لو مسج بالتليفون غير يرجع حتى يستثمرها؟ زين وبعدين من فسخت العقد مالته ونطيته لغير واحد بدعم من غير جهه، هذا يعني اغسل ايدك بعد ممنوع يرجع؟ عادل من لندن ويانا، حياك الله يا عادل. الله يحييك عيوني، السلام عليكم. هلا بيك اخويا. اول شيء احييك على الروح روح الوطنية والحس العالي. واجبنا أخويا واجبنا. الله يخليك بارك الله بك أخي العزيز. بالنسبة للفساد يعني الإمام علي يقول اطلبوا العيش من بطون شبعت ثم جاعت، ولا تطلبوا العيش من بطون جاعت ثم شبعت. طبق الأصل تنطبق عليهم، بطون كانت جوعانة ذليلة، يعني لما يجتمع الذل والجوع من كانوا يم أسيادهم الفرس، من كانوا بإيران واللي كان بيهم بسوريا واللي كان بأوروبا عايش على المساعدات ويسوي روحه مخبل على مود يطلعوا 20 باوند زيادة، وطلع كل العراقي طبعا يعرفون من أقصد. فتصد يعني واحد شي تصور يعني هذول من يجون ويحكمون ايش تتصور مثلا؟ يعني يجون يبنون، أولا مثل ما قلنا الجوع، كانوا عايشين بجوع وذل بسوريا وإيران. ثانيا جايين حاقدين على هذا البلد، حقد، أكو حقد،
حقد، حقد يريد يدمر كل ما في البلد، من أرض، من زرع، من بشر، من كل شيء. منين تأخذها؟ منين تجيها للزراعة، للصناعة، للبنى التحتية، للاستثمار، كل نواحي الحياة الاقتصادية بالعراق. إذا نتكلم على الفساد المالي الاقتصادي، الناتج ذاك اليوم اطلعت على تقرير الناتج المحلي الزراعة بالعراق بأيام الحصار، بأيام الحصار اللي وكل يعرف شنو أيام الحصار، بسنة 91 و92 كان يشكل 38% من الناتج المحلي للبلد. حاليا ما يشكل 3%. إذا أريد نفتح أيام الحصار، أكو قضية واحدة مهمة. بأيام الحصار العراق 13 سنة حصار، مو عايش بالحصار من 90 ل 2003. العراق متربع على عرش تصدير التمور بالعالم كلها. بالضبط بالضبط، مو بس التمور، حتى الحبوب، القمح والشعير 38% من الناتج المحلي للبلد. يعني هذا انجاز، يعني ما اعتقد اكو دوله عربيه قدرت تحققه بعز رفاهيتهم. العراق بايام الحصار كان محققه، ايام الدكتاتوريه اللي يسموها دكتاتوريه. بالنسبه للصناعه، وكلنا نتذكر حرب ال91، العدوان سوى بالعراق خلال اشهر اقل من سنه، الجسور رجعت، المي والكهرباء، الخدمات، صحيح كانت بها نوع من النقص لكن على ضوء القدرات اللي كانت موجوده، بس كان اكو انتاج، كان اكو انتاج. هسه انتم اجيتوا الديون كلها وقعت على العراق من اجيت بال2003، نادي باريس وغير نادي باريس والمناح دول الخليج وغير دول الخليج والاتحاد الاوروبي وامريكا وكل دول العالم. وين راحت هاي المليارات؟ وين راحت؟ ما اعرف انا، كلها اكو رقم يعني ما خيالي، رقم نعم. خيالي. الفلوس اللي صرفوها على الكهرباء هاي العرجة اللي لحد الآن اللي ما يردوا يسووها، ما يردوا يعني يحلون هاي المسألة، مئات المليارات، مئات المليارات، يعني ميزانيات الدول العربية كلها مجتمعة. فقر، ناس فقر كانوا عايشين، حسر عليهم، حسر عليهم اللقمة. من هم هذول حتى يجون يحكمون، حتى نتوقع من عندهم ان ينتجون، ان يطورون، ان كذا؟ حاقدين، ناس حاقده، ناس مسمومه، والله العظيم قسما بالله حاقدين على كل شيء اسمه عراقي، كل شيء اسمه عراقي، كل شيء، حتى التراب العراقي حاقدين عليه، حتى المي العراقي حاقدين عليه. نتوقع من عندهم ان ما يسرقون؟ هذا اصلا ابسط شيء يسوونه، ابسط شيء يسووه. نعم. شكرا جزيلا لك اخ عادل. يعني اخ عادل نطى مقارنه، انا اريد اسال سؤال منطقي. الميزانات العراقيه كلها من تاسست الدوله الحديثه عام 1920 الى حد الاحتلال الامريكي الغاشم لبلدنا الحبيب، في سنوات الحرب مع ايران وما بعدها سنوات الحصار، اكبر ميزانيه في تاريخ العراق كانت اصغر من عشر اصغر ميزانيه موجودة من 2003 إلى اليوم. بس كانت أكو حصة تموينية، وكان أكو تصدير، وكان أكو إنتاج، وكانت أكو معامل تشتغل، ومعمل ديوانية مال تيارات، ومعمل أدوية سامراء، ومعمل ألبان، ومعمل جلود، ومعامل تشتغل، مو معمل واحد، وزراعة محلية، والعراق عنده اكتفاء ذاتي من الشعير والحنطة والطماطة والبرتقال وهواية منتجات زراعية. العراق المتربع على عرش التصدير للنفط، عفوا للتمور، ثاني مصدر للنفط بعد السعودية في فترة من الفترات. يعني كان متقدم في كثير من النواحي، وهو بحصار، راح الحصار، رجع الطيران يشتغل بالعراق. من المفترض أنه أكو خطوط جوية عراقية تابعة للدولة العراقية، لما نطير الطيارة تعطي مردود لخزينة الدولة. المفروض تنفتح السياحة، المفروض تنفتح الآفاق أمام العراق بحيث يكون أحسن بهواية. شو إحنا دا نرجع لورا وما دا نتقدم؟ الفلوس وين تطير؟ هذا اللي احنا نسأل عليه. وكلها تطلع شكو برلماني، خصوصا بهالفترة هاي اللي راح تجي بها انتخابات، شكو برلماني، شكو سياسي، شكو رئيس كتلة، شكو زعيم حزب، الفساد ينخر بالدولة العراقية. ما لحكي لحكاية هالكبرها. عامر من النجف، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوة، هذه المعاناة التي سببوها منذ الاحتلال الغاشم إلى العراق ولحد الآن،
التي قامت بها أمريكا وحلفائها ومن بعدها إيران. يعني هذا سبب الاحتلال الغاشي ومن يتعاون معه من قوة من دول الظلام ودول الهلاك التي كلهم هم مجتمعين على إذلال العراق والعراقيين. قالوا لا. هذه الوحدة. الثانية أخوي كل هؤلاء الميليشيات اللي هم واحدهم يعني لا يقل عن النظام اللي في إيران من ناحية التمرد هذا ومن ناحية السرقات ومن نواحي إجرامية أكثرها إجرامية بحق العراقيين مثل السرقات وغيرها التي قامت بها هالميليشيات على حساب النظام في إيران. هذول كلهم لا يقلون عن النظام في أمريكا والنظام في دول اللي تعاونت مع أمريكا لاحتلال العراق. كلهم قتلة وكلهم مجرمين وكل العراقيين يعلمون ذلك زين. وحتى ما تعاون مع المجرمين ومع القتلة هذه المراجع الدين الفاسدة وميليشياتها التكفيرية بالكامل زين. لا فعلينا أن لا نعترف بكل هذه القوات اللي أسست إما من قبل قوات الاحتلال الغاشمة وإما هذه الميليشيات التكفيرية اللي قتلت الآلاف من الناس في ساحة التحرير وفي ساحة الحبوب وفي الناصرية وفي ساحات أخرى. ولا أن نكون دماء الشباب التي قتلت أن لا تنسى أبدا لله لا في جسر الزيتون ولا في ساعات أخرى. وعلى يدي هؤلاء القتلة وهؤلاء أتباع كسرى المجرمين. نعم هؤلاء كلهم المجرمين أتباع كسرى زين. هم اللي قاتلوا وهم اللي بادروا على السرقات وعلى قتل الناس في جسر الزيتون وفي ساعات أخرى وفي مواقع أخرى زين. ومن تعاون معهم الميليشيات والأحزاب كلهم هم متعاونين على قتل العراقيين وإذلالهم. بس هذا لم يحصل ولم يصير أبدا بالله. هؤلاء كلهم مجرمين. نعم. وحتى هذا الجيش الحقير الجيش الفاسد وقادته الفاسدة المجرمة هذه التي تعاونت مع الميليشيات على قتل كل المتظاهرين وكل الناشطين في الناصرية وفي البصرة وفي الكوت وفي الشباب وفي القادسية وفي النجف وفي كل مكان حتى في الرمادي وفي البلوجة وفي كل مكان. هؤلاء كلهم القتلة. وعلى العراقيين جميعا أن يتبروا من كل هذه القوة وكل هذا الظلام. قالوا لا إما منها بداية من الجيش الحقير هذا وقادته الحقراء ومن الميليشيات التكفيرية. هذول كلهم أتباع كسرى أتباع أبو لؤلؤ الجيوشي التكفيري الظلامي. وشكرا. شكرا جزيلا لك اخ عامر. يعني اذا اريد نقارن مقارنات هوايه يكفي انه كان يوجد امان يكفي انه كان اكو قضاء. انت لما تروح تشتكي في اي زمن من ازمنه العراق من زمن الملكيه حتى الاحتلال عندك شرطه وعندك تحقيق وعندك قاضي والقاضي يسمعك واكو تحقيق رسمي ويجيب لك حقك. لا اقول انه لم تخلو الحقب التي حكمت العراق من الاخطاء بس مو مثل هسه يطب واحد يشتكي اللي دا يشتكي سني انقلبت الآية عليه والتهمة جاهزة ارهاب وراح برجله. اللي دا يشتكي شيعي هنا اكو احتمالين. الاول هو تابع الحزب وميليشيا لو لا مواطن عادي. اذا كان مواطن عادي راح برجله. اما اذا تابع الميليشيا وحزب همين اكو احتمالين لأن احتمال الميليشيا أقوى من الحزب فراح يكون هذا موقف أقوى واحتمال هو اللي يحكم ويجوز يشيل القاضي من مكانه. وإذا الحزب أقوى من الميليشيا فقد يكون الحزب هو همين عنده ميليشيا والميليشيا ذيك أقوى من ذيك الميليشيا. فصار الفساد بالقضاء وصار الفساد بالزراعة وصار الفساد بالتجارة وصار الفساد بالتربية وصار الفساد بالبرلمان وصار الفساد بالوزراء وصار الفساد في كل مفاصل الدولة العراقية لدرجة اليوم العراق عبارة أو الحكومة العراقية مو العراق عذرا الحكومة والعملية السياسية عبارة عن برتقالة معفنة من كثر الفساد اللي هي بيه. أبو أيسر من تركيا حياك الله.
الله يسعدك استاذ. هلا بيك غاتي. استاذ هم حتى من يجتمعون كاحزاب وكيانات يعني يقعدون يقولون احنا هاي كعكة قاسمناها من 2003 ولحد الان. يعني انت كل مفاصل الحياة، المنافذ الحدودية، الكهرباء، الزراعة، البنوك، كلها وكل دوائر الدولة بيها فساد إداري. ليش؟ لأن هم أساساً هم ناس لصوص وجابوهم للصفة. يعني هذولا كانوا اللي يبيع عتيق واللي يبيع كذا وذاك يبيع سباح وذاك، فهذولا مو مال سلطة ولا مال دولة، لأن ما عندهم ثقافة اقتصادية أو ثقافة وطنية تخدم البلد. نعم. فانت بعد الانسان هو اساسه حرامي، ايش تترجى من عنده يعني؟ وحتى امريكا تعرفهم هذول، لمتهم من الشوارع وجابتهم سلمتهم حكم. هذول مو مال حكم، هم بدا يعترفون يقولون احنا فاشلين ما نقدر ندير دوله، لان مؤسسين ميليشيات كلها ذيول تابعة لايران، وايران تكيف على خراب العراق. هي ما تحب لا شيعة ولا سنة، بس مجرد تريد التدمير. هي ما خسرانة شيء، إيران قاعدة في بلدها ومحركة هالذيول ودم العراقي رخيص، وعسى العراق وأن يكون بأي مستنقع، لأن هم كلهم متفقين على دمار العراق. فالفساد موجود في كل، شوف تعرف أنه إيش قد أكو دصير، حتى الخليج يريد يستثمر بالعراق ويريد يسوي العراق فد إلى فد باع بالوطن هذا، بالبلد هذا، يريد يخلي له اقتصاد حر، يعني بلد إلى وطن. السعودية تريد تستثمر استثمارات كبيرة جدا بالعراق، ما يخلوها، لأن الأساس أمر إيراني. العراق ما عنده كل سلطة على دولته، الحكومة العراقية مجرد موظفين عد خامني. واني اشكرك. شكرا، شكرا لك ابو ايسر. يعني الفساد اليوم بالعراق، اكبر قضية فساد اليوم بالعراق، وهي اسهلها، اسهلها هسه تفكير اغلبية الفاسدين، انا على شنو اشتغل؟ ليش متعب روحي؟ ليش مأذي نفسي؟ انا ارشح نفسي، الداين اللي كان فلس اعطيهم منا ومن نانا، اجيب جماعتي وناسي ينتخبوني اصير نائب بالبرلمان، أصير نائب بالبرلمان، أداوم ما أداوم بكيفي، أظل نايم على الكرسي مال البرلمان وما أطلع نفسي. 325 نائب، يمكن الشعب العراقي يعرف 20 25 30، روح 50 واحد، 50 واحد ذن الروس اللي ظلت تفتر، مرة وزير، مرة مستشار، مرة مستشارة شؤون المرأة، مرة ما أعرف شنو، مرة نائبة، مرة رئيسة كتلة، مرة رئيس كتلة، مرة هاي يفترون ذولا يعرفوهم. أما ذولا الحبربشية اللي فوق 300 ما يعرفهم، فيقول لك أظل نايم 4 سنين وراها تنفتح لي بابة القدر، جواز دبلوماسي طول عمري، راتب تقاعدي ما شايف، أنا قانون تقاعد يعطي تقاعد ورا 4 سنين، أدري إيش سوى، إيش صخة، مش عزّد يأخذ تقاعد، ما حد يدري، بس يأخذ راتب تقاعدي. والمواطن اللي خدم البلد 40 سنة راتب التقاعدي 400 ألف، بس البرلمان اللي إجى سوى قوانين تأذي البلد وتأذي المواطن وما دار بال للدم العراقي ومهتم لهدر الدم العراقي ومهتم لهدر الفلوس العراقية ومهتم لتاريخ العراق ومهتم لحضارة هذا البلد ومهتم لمكانة هذا البلد، هذا وراء 4 سنين يأخذ 30 40 50 ألف دولار بالسنة، بالشهر عفوا، يا بالسنة، راتب خيالي يأخذ من التقاعد. صباح من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفن. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بالنسبة للحكومة العراقية اللي جتها واردات النفط يمكن أكثر من 1000 مليار دولار، يعني الإنجازات اللي سووها والمشاريع العملاقة شنو؟ واحد يريد يعرف شنو إنجازاتهم. سووا نصب مال باذنجان بمحافظات الجنوب. نعم، فأي إنجازات وأي بنية تحتية سواء بنهم جديد أو عمرهم البنية التحتية السابقة ما سووهم، يعني ما عندهم أي إنجازات لا بجنوب العراق ولا في غرب العراق. كل السياسيين السنة والشيعة هم المسؤولين، وبالذات الأحزاب هم المسؤولين عن الفساد
وعن كل التبذير في الميزانية العراقية وتدهور الاقتصاد الحالي بسببهم هم، لأن لو بانين العراق بناء حقيقي من مشاريع عملاقة في سبيل تشتغل العيادة العامة العراقية مو الأجنبية بهالبلد وتعمر ويبنون ومدارس ومصانع وزراعة وتجارة حقيقية، يعني ما عندهم أي إنجاز. وكل رئيس وزراء يجي يستلم الحكم ويشوف الخير ويشوف النعيم على هذا الكرسي اللي يقعد عليه يقول لك راح أحاسب الفاسدين. منو تحاسب من الفاسدين؟ ما حد، ماكو أي شخصية سياسية استلم منصب شخص وكيل وزير أو وزير أو مناصب أو درجات خاصة تحاسب وتقدم للقضاء نهائيا. ماكو أي وزير شفناه سابق أو حالي تقدم على المساءلة والعدالة النزاهة غيرها، أمور هاي مالتهم اللي مشوها القوانين اللي خلوها مساءلة وعدالة واجتثاث وغيرها، ما يقدر يجتثون الناس الفاسدين واللي ما عندهم غيرة وشرف حاليا، بس يقدرون على البعثيين وعلى الاجتثاث وعلى قانون أربع رهاب، بس أذية للناس. يعني ما عندهم أي إنجازات، يعني كل الوزراء فاسدين، ويطلع الوزير والسياسي مثل مشعان الجبوري وغيره يطلعون بالتلفزيون يحكي يعترف صراحة، يعني ما مستحين ولا دايرين بال للعراقيين، يعني ما عندهم أي غيرة وشرف يقول لك أني فاسد وإحنا ناخذ رشاوي وإحنا كيكة وتقاسمناها مثل حنان الفتلاوي. فأي رئيس وزراء والمسؤول الثاني اللي بعد رئيس الوزراء هو رئيس المجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وحاليا صايق زيدان، ما قدمهم أي شخص، يجيبون ناس أبرياء أو ناس بسطاء وقدموهم للسجون وملهم السجون بيهم. أما وزير ووكيل وزير أو سياسي أو اللي جاي يتلاعبون بأموال الدولة أو اللي الوزراء المتقاعسين ما جاي يبنون وما جاي يعمرون وما جاي يسوون أي إنجاز لهم، ما حد يقدر يحاسبهم، كلهم محميين من قبل المرجعيات ومن قبل أحزابهم ومن قبل اليد الضاربة اللي عندهم هو الحشد الشعبي. أي شخصية هسه ما حد يقدر يقولها أنت فاسد مثل بهاء العرجي، يطلعون وراء سرايا السلام وجيش المهدي ومقتدى الصدر حاليا هسه يمكن انشق من عندهم، لكن مثل أمثال هذول ما حد يقدر يحاسبهم نهائيا. واقع براس الفقير والعراق هسه حاليا جاي يتداين في سبيل بس يطي رواتب، أما زراعة صناعة تجارة كلها واقفة، كل الأمور واقفة في سبيل أن الأحزاب تبقى تحكم البلد. وهسه جاي يرتبون على انتخابات قادمة، أنتوا حصلنا منكم حتى هسه النوب ننتخبكم، وين المرجعية تقول دولي كلهم فاسدين؟ المرجعية راضي لها لأن جاي تجيها ظاهر حصة أو نسب، وسكوتهم هذا يدل على هم جزء من عملية سياسية، سواء مرجع مقتدى الصدر أو السيستاني وكلهم بدون استثناء وبدون تجاوز، احنا ما جاينا نتجاوز عليهم، لكن سكوتهم المفروض يطلعون ببيانات يقول لك كل الأحزاب فشلت في إدارة الدولة وكل السياسيين فاسدين وكل الوزراء السابقين كلهم حرامية والحاليين حرامية. تعالوا انتوا ايش سويتوا؟ المرجعية المفروض تحاسبهم وما تعطيهم مجال بالانتخابات القادمة ان اي شخصية من عندهم ترشح لأي منصب او برلمان او وزارة او غيره، لكن صمتها وسكوتها هذا يدل على انهم جزء من عملية سياسية وراضي لهم المعاناة الشعب العراقي بكل اطيافه. كل الشعب العراقي حاليا يعاني من البطالة، نقص خدمات، أمراض تفشت، مخدرات، غيره، ما يفكرون بمصلحة الشعب نهائيا. كل رئيس وزراء المفروض به يريد يسوي تقشف وميزانية ما عنده، المفروض يعطي عفو عام باستثناء المجرمين والقتلة من تنظيم داعش الإرهابي أو الحشد الشعبي والميليشيات الولائية، هم مجرمين، هذول ما يشملهم العفو، يشمل بس الأبرياء في سبيل هاي الميزانيات اللي جاي تصرف على المساجين. صار أكثر من 17 سنة تخفف ما موجود من ضغط على الحكومة، ما موجود ضغط على الشعب العراقي اللي هي أول وآخر واقع براسه، فهم ما يفكرون. كل الدول العربية بالمناسبة ومن يستلم منصب اللي عندهم الشخصيات بالدول العربية يعطي عفو شامل. انت لرئيس وزراء المالكي والعبادي عادل عبد المهدي مصطفى الكاظم استلمتوا هاي مناصب حساسة، ورئيس الجمهورية الكردي المفروض بيكم تطون عفو وتفرحون هاي العوائل. نعم. العوائل نعم. الأبرياء اللي انسجنوا مع أولادهم على مخبر سري وعلى تهم كيدية وعلى أربع أرهاب أربع سنة، المفروض رئيس الوزراء يخفف من هاي ويفرح العالم، يفرح العالم الأبرياء، لكن هم ما هم راضي لهم. المساجين 90% هم سنة
ويقول له خليهم بس يجون، ليش تطلعوهم؟ هم جايين على أساس تدمير الشعب العراقي، مو بس تدمير البنية التحتية. نعم، شكرا لك أخ صباح. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، السلام عليكم، أنا أخذكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل، والحد هسه ما نعرف عنهم شيء، والله ملينا وإحنا نحكي شنو ذنب الأبرياء بالسجون، والله أنا زوجي مريض غدة سرطانية وأولادي بعدهم صغار، شنو ذنبهم؟ والله ما عدنا غير الله وهم، ما خلينا مكان ما دورنا، حتى إحنا نريد نعرف ولدنا وين راح، والله ما راح نموت وراهم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، وربي يشوفهم نفس اللوعة على ولدهم على مود يحسون بوجع الأمهات، وتحياتي لكم. السلام عليكم أخي أفل، إن شاء الله جاي يومهم يومكم يا فاسدين، الله راح يخذل ياخذ كل حق العراق منكم يا فاسدين. أستاذ أفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك وللجميع. يبقى بهذه الدوامة العراق مستفيد منها الاحتلال وأعوانه وعملاء السراق بالخضراء. العراق يحتاج إلى نظام جمهوري بعيد عن البرلمان ورئيس عسكري مستقل من الجيش العراقي السابق شجاع صاحب قرار حاسم والقضاء على الأحزاب والميليشيات الإيرانية والاحتلال وأعوانه وإخراج العراق من هذا المأزق بواسطة أهل العراق والجيش العراقي وأني ضد الطائفية. خليني اليوم أحكي حكاية بقلبي بعد تجربة حكم ما حكموا من الشيعة والكرد والسنة بالديمقراطية العراقية الجديدة بقيادة وإدارة العراق، وانكشف يكون رئيس عسكري حصرا من الجيش العراقي السابق مؤهلين لقيادة العراق ولديهم تجربة وخبرة، وشكرا لكم. السلام عليكم، أسأل الله يحفظكم، صارت مشكلة بالمنطقة ويا عمام أبو ابني، فما لقوهم وجوا وضربوا ابني، اشتكينا عليهم وابني بعيد عن هذا الأمر، وفروا علينا التهمة، امرأة ابنها مكتول من عام 2006 ودزوا على ابني قالوا له تعال على قضية مالتك، كذبوا عليه واخذوه واعتقلوه، وابني اعتقلوه من عام 2018، وابني اعترف على كل الناس وكلها تنازلت عنه، بس هاي المرة تريد فلوس، وإحنا حالتنا تعبانة، وحكم علي القاضي مؤبد وهو بريء، والله والله والله، وأنا عندي 4 شهداء وعندي بتر وعندي أيتام، وأطلب من الله ومنكم أن نطالب بالعفو العام. أم شهاب من بغداد. أخويا حكومة إيرانية وما حد يستجري يحكي أي حكاية، لا كاظمي ولا غير الكاظمي، ذولا حكومة خيال خضرة ما بيدهم أي شيء، ماكو فايدة وياهم إلا ثورة وتزيلهم من الوجود أبو دليم. إن شاء الله الثورة راجعة بقوة هالمرة، ما ينقذهم أحد، قلع الحكومة المسوسة الهمجية. السلام عليكم، صحيح أكو عفو خاص هسه أريد عفو، باعوا حادث مساجين، والله حرام عليكم، أطلقوا صراحهم، ليش اللي ما عنده شيء نايم بالسجن 5 سنوات و4، أريد أبوي، والله 5 سنوات صار له بالسجن هيك نايم هناك، والله كل شيء ما مسوي، أطلقوا صراحهم. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك أبو عادل من الرمادي، نطالب من حضرتكم إيصال صوتنا إلى حال الحكومة مصطفى الكاظمي، ما تقدر تتدخل، ما تقدر تدخل جرف الصخر، نريد معرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. تعرفون قانون واحد بالعراق، لو القضاء يريد يفعله بصورة صحيحة، من أين لك هذا؟ ويجيب السياسيين اللي حكموا من 2003 لليوم كلهم، ويسأله من وين لك هاي الفلوس، ويرجع فلوس العراق، تعرفون احنا نرجع بخير، ماكو جوع عام بالعراق، لأنه كل فلوس الشعب العراقي بجيوبهم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بنفس الموعد، في أمان الله.